وأنا بقول دايما عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إني حضرته صلى الله عليه وسلم قال إنما نقاسم والله يعطي. فهو حضرة النبي قال لن يدخل أحد الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. طب حضرة النبي مش محتاج رحمة، لأن وما أرسلناك إلا رحمة. وعشان كده ما قالش إلا أن يدخلنا الله برحمته، قال إلا أن يتغمدني الله برحمته. فربنا يتغمده برحمته، فإيه اللي يحصل ليه يتغمده؟ التغمد يعني زيادة. فيقف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم على باب الجنة ليقسم من هذه الرحمة في كؤوس الشراب التي نشرب فيها، حتى إذا دخلنا، لأن وجوه يومئذ ناضرة، بأي شيء تنضرت؟ بذلك الكأس، لأن النضارة بتيجي من الماء، من ذلك الكأس اللي شربوه. فإذا دخلنا الجنة لا نحترق عندما نرى وجه الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى إذا كشف الحجاب عن حرقت سبحات وجهه ما بين السماء والأرض. فإحنا عشان نروح، فالحمد لله على نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدي أحمد، إحنا دلوقتي المساجد في ليبيا بيبقى فيها إيه من مظاهر الجمال والفرحة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ في ليبيا على أقاليمها الثلاثة، برقة وطرابلس وفزان. عندنا في برقة وطرابلس، في برقة يقرؤون كتاب اسمه تخميس القصائد الوترية في مدح سيدنا خير البرية صلى الله عليه وصحبه وسلم. ولله الحمد والمنة، الفقير أكرمني الحق تبارك وتعالى بتحقيق هذا الكتاب المبارك، ولكم نسخة سيد إن شاء الله تكون بين يديكم. يعني أنت عارف الكتب عندنا بالنسبة لك كتب، يعني بإذن الله تعالى، يعني هذا الكتاب العظيم سبحان الله ارتبطت به ارتباطا عجيبا، حتى في مقدمته وكيف صاحب هذا الكتاب رأى الحبيب في منامه وأمره ببناء جزء من الكعبة المشرفة لأنه قد هدم، وقصته عجيبة هذا الكتاب. نعم، وتربى أجيال كثر على هذا الكتاب. هو وتري لأنه 29 حرف اللغة العربية، وعلى كل حرف 21 تخميسة. الله أكبر، يعني هو مخمس على عدد حروف اللغة العربية. عجيب، كتاب عجيب جدا، عشت فيه فترة. يقابله كتاب سيدي ديوان سيدي أحمد البهلول، وهو ليبي رحمه الله، كذلك عنده نفس التخميس ونفس الترتيب لكن بمذاق آخر. ثم تقرأ أيضا بعد ختام هذه الكتب، يحتفلون الليبيون 29 ليلة بالمورد النبوي الشريف، كل يوم يقرؤون حرفا 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 حتى يصلوا إلى ختامه. إما أن يبدأون في 12 من صفر فيختمون في 12 من ربيع، أو يبدأون من 1 ربيع إلى 30 ربيع. الله أكبر. في الختام يقرأ إما ديوان مولانا الإمام البرزنجي، وهو المولد المعروف المشهور، مولد المعروف أو مولد الإمام المناوي، أو مولدين عندنا خاصين بالليبيين. في الشرق عندنا لسيدي مصطفى بن رجب المحجوبي شهيد المحبين رحمه الله، كتاب اسمه نور الأنوار. نور الأنوار، هذا ديوان خاص بالمولد النبوي الشريف. وفي الغرب الليبي لسيدي علي لمين السيالة رحمه الله، كتابه ريحانة الأرواح، يقرأ في جامع، أقدم جامع في ليبيا، وهو جامع الناقة. جامع الناقة لأن الصحابة بعثوا ناقة يعني أنثى الجمل ومحملة بالذهب، وبعثوها إلى الليبيين حتى يبنوا بها مسجدا. الله أول أكبر. مسجد أسس في ليبيا هذا المسجد، واعتكف فيه سيد عبد السلام الأسمر. يبقى كده على طول بدأ ذكر سيد عبد السلام الأسمر، يبقى مسجد أسس على التقوى. نعم، من أول يوم. فهذا المسجد لله. إلى اليوم هذا والناس يقرؤون فيه في ليلة المولد النبوي الشريف ريحانة الأرواح. نعم، إن شاء الله ربنا يجعل دائما ريحانة روحك وصلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل لك من النور ومن البهاء، واجعل أهلك ومن تحب ومن وكل أهل ليبيا النور والبركة والفضل والنعمة. عشرة طويلة احنا يا سيد أحمد. نعم في سيدي. مصر ولا تزال، لازلنا في البداية ولا تزال وتظل إن شاء الله يا سيد. الحمد لله. شيخ محمود، أنا شاكر لحضرتك جدا جدا وجود حضرتك معنا، وتعالوا نقول لحضرة النبي السلام عليك يا رسول الله. نحن ما فعلنا في هذه الحلقة مع أهل ليبيا إلا أننا قلنا لك بأننا نحبك، ولكن في القلب كثير، وسلوتنا أن الله سيطلعك على هذا الكثير. نحبك ونذوب في حبك، وكل ما قاله أحد فلا يصل إلى ذرة من جمال حبيب الأحد. أنت يا رسول الله أنت فرد فرد، ولذلك كنت ركن من أركان الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله ليس كمثله شيء، وأشهد أن محمد رسول الله ليس كمثله مخلوق. يا من صورك الله فأبدع ونور وبارك ليس بس فقط في ذاتك، ولكن نور بك الأكوان وأكرم بك الإنسان عندما خرج من هذا الجنس حبيب الرحمن وسيد ولد عدنان. السلام عليك يا رسول الله، جمعنا بك في كل نفس من أنفاسنا على الدوام،
وفي كل وقت وزمن.